لطيف لطيف صغير وكبير جديد وقديم أربعة سريع شريف حواري خفيف مواضيع متخفيف ما هو أصله ضيف لطيف صغير وكبير جديد وقديم أربعة شارع شريف الموضة اليوم مطعمنا أكله خفيف ثقافة وحضارة مواهب جبر أربعة شارع شريف مزيكا وفنون الموضة اليوم مطعمنا أكله خفيف ثقافة وحضارة مواهب جبر أربعة شارع شريف أربعة شارع شريف نتمنى تقضوا عندنا وقت حلو النهاردة وتنطلقوا معنا في أربعة شارع شريف. عندنا النهاردة حاجات حلوة وناس حلوة قوي، وعندنا النهاردة أكل حلو واقتصادي في الريستوران. عندنا مع شيف أميرة. أهلا أميرة حسن. لابسة منقط ومخطط ومخطط. يا حياتي جاي تنقطي مين النهارده غيري؟ بلاش نقول بقى مين عامله لنا اكل ايه النهارده؟ عاملين النهارده سمك. سمك نوعه ايه؟ سمك بولتي. بكام الكيلو؟ 39 جنيه معدي. حلو، هو يعني بيتباع بالعدد، يعني احنا اربعه هنجيب اربعه، خمسه هنجيب كده. حلو. وعاملين رز صياديه وعاملين بابا غنوج، سفره تقليديه بسيطه. احب السفره التقليديه. وبعدين بقى سلطه وعيش وجرجير وحاجات كده وحركات. اهلا بيك. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. بعد ما نخلص مع اميره حسن عندنا زي كل يوم الثلاث استاذ دكتور احمد عبد الله مدير مركز دار الطب. بعد كده عندنا سوسو سعاد سليمان. اهلا. شفتي اغنيه بحبك وبغاردي؟ اه دي معموله عشانك مخصوص، خدتي بالك؟ انتي حلقتي؟
حلقتي. ليه كده؟ يعني قلة عقل بعيد عنا. عندنا لما بنروح احنا كرجال بنحلق شعرنا كده بناخد قفل حلاقه. انتوا ايه النظام؟ بتاخد ايه؟ معلش معلش، لا بجد ما سمعتش. قفل حلاقه لا مؤاخذه. قفل حلاقه؟ اول مره تسمعيها؟ يعني ابنك ما يروح لحلاقه ويرجع ما تديلوش قفل حلاقه؟ ابني ما بيقوليش حاجه. مش بتحسي ان هو حلق طيب؟ بس ما بيقوليش حاجه. أوكي. يعني عارف انت كده ايه يا احمد؟ ايه يا ماما؟ ربنا يخليهولي. الله يخليك. النهارده العبايه منين وبكام؟ او الفستان منين وبكام؟ لا العبايه ب 75 جنيه. 75 جنيه. من الوكاله. من وكاله البلح. قومي اقفي. لا وكرانيش وحاجات ولفي زي ما ايره بتلف. صعب. معقولة حلقة ولطيفة والله ومريحة. مريحة؟ لا. وليها جيب. ليها جيب عشان تحطي الفلوس. وعجبني وذوقها، يعني ذوقها راقي. ذوقها حلو قوي. بروبرو. مش قوي. استريحي حضرتك. ثانك يو حضرتك. فيري نايس. ثانك يو. دي مستوحاة من لبس ايه؟ تعرفي لو قلتي؟ ما اعرفش. معقولة انت مش عارفة؟ لا. من الفلاحين. ايوه الفلاحه المصريه. الفلاحه المصريه الحلوه والالوان الجميله. واني خضرة. واني خضرة. واني خضرة. اني خضرة. اتكلمينا عن النهارده يا خضرة. اول ما شفتها ولبستها قلت قعدت اغني لبنتي اقول لها شفتي ايه وانا واني خضرة. هتكلمينا عن النهارده؟ النهارده هنتكلم على جامعه عين شمس. الاسبوع اللي فات اتكلمنا عن جامعه القاهره. النهارده هنتكلم على جامعه عين شمس، مخرجه عظماء منهم مثلا شريف مدكور. انا خليك جامعه. سيبني اقول. سيبني اقول. اديني فرصتي اقول. اتفضلي. هقول والله. هتقولي والله العظيم هقول. اوكي انا اسف. اتفضلي. منهم الدكتور فاروق الباز. ايوه. والدكتور فاروق العقده والدكتور شريف مدكور. ايوه كده. قلت اهو. اديني فرصتي. واخد دكتوراه في الطبيخ والرق. منوره يا سوسو. تسلم. اهلا وسهلا بيكي. بعد ما نخلص مع سعاد سليمان عندنا عرض ازياء مع مصممة ازياء اول مره تنورنا النهارده، عامله حاجات حلوه زياده عن اللزوم، واقفه وراها شاوري لهم. والتحيه خاصه جدا لمصممة الازياء استاذه مريم جبريل. اهلا. زي ما الشعب اللبناني الجميل بيقول، حق حاجتك الملابس اللي انت عاملاها بتعقد. ميرسي. بتعقد. اخبارك ايه؟ الحمد لله. منوره. بقالك قد ايه في موضوع الازياء؟ سنه ونص. وعامله الحاجات دي في سنه ونص؟ يا مفتريه، امال بعد 10 سنين هتعملي فينا ايه؟ لا نروح في حته ثانيه. الحاجه حلوه قوي، وهنشوف النهارده الكولكشن الخاصه بيكي. منوراني. اهلا وسهلا بيكي. ما دام في عرض ازياء يبقى اكيد ايره واخواتها بنات الشارع الحلوين منورين. اهلا. منورين يا حلوين. لو ايره قاعده بقى على كرسي، قاعده على كرسي بتاعك الحقيقي. ايره بتدفيهولك معاها فلوس كتير. طيب في النهارده مزازيكي مع مطربنا حسام حسني. اهلا. بونسوار. بونسوار. مزازيك واليافطه منوره. اوعى. واقف فرحان قوي. خلاص النهارده لابسين الفرقه كلهم صفراويين. حلو. وانت لابس مش صفراوي. شفت الجزمه مشرشوبه عجباني. اني انت مش لابسها دلوقتي؟ لا. غيرت؟ خلاص. من شويه كنت لابس جزمه فيها شرشوبتين. حلو عجبك؟ اعمل كده. لا دي جزمه بيضة دي. لا ارفع. البنطلون ازرق. لا عايز اشوف الجزمه عشان بحب الجزمه اللي بالشراشيب. النهارده الثلاث يعني؟ يلا بينا. نشيد يوم الثلاث؟ يس. ومن الاسبوع الجاي هنزود فيه حاجه. ماشي. هتعجب مفاجأة. ها؟ خليها مفاجأة. نسمع نشيد يوم الثلاث وبعديها فاصل. بعد الفاصل نرجع لكم في الريستوران مع اميره. خليكم معايا لو سمحتوا. مزيكا يلا. وصار البيت
ده عيونك عيون كسلان اه يا شعرك اه يا عزيزه ده شعرك سلام كمان اه يا شعرك اه يا عزيزه ده شعرك سلام كمان الحلو في البرمجه شاور لي وبص لي والقلب في الزمن بسرعه بيتملي الحلو في البرمجه شاور لي شاور لي وبص لي بصلي والقلب في الزمان بسرعة بيتملي القلب في البرمجة شاورني شاورني بصلي بتاع الشباك لون تفاحك راح بتتبت الكل يا بتاع الياسمين مين يندم لك فيه واحنا معانا الكل يا بتاع الرمان رمانك دبلة بص علينا وصل بحرية يا ولا قولوا ليا يا ولا السمك السمك البلطي يا سلام على السمك البلطي المقلي يا ولاد حاجه تفرح ومن ايد اميره بقى بيبقى حاجه تفرحين امال انت بتعملي كده ليه؟ مكسوفه من الكلام اللي انت بتقوله عامله نفسي مكسوفه يعني بتتكسفي عارفه انت تقول كده عامله نفسي مكسوفه ده انت مالك بتشبي كده كل شويه مش شقه نفسك كعب عالي النهارده ماشي يا اختي اخبارك ايه انت كويسه؟ الحمد لله الحمد لله منوره ومشرفه ميرسي في حاجه بهارات خليت مناخيري ثابت مش عارف ريحه ايه ده؟ سمك مقلي مقلي عاملين في حركه النهارده هيبقى مقرمش جدا طيب فانا باثق فيكي وايه ده؟ ده رز صياديه صياديه؟ اوكي والسلطات وبابا غنوج وبابا غنوج هنعمل بابا غنوج برضه ماشي انت جاهزه؟ انا جاهزه تبتدي بايه؟ السمك يلا مقديني سمك يا اولاد يلا يا جهري يلا اول حاجه عندي سمك بلطي على حسب العدد اللي انتوا عايزينه للتتبيله ثوم مفروم فلفل حامي كمون كزبره ناشفه شطه حسب الرغبه طبعا عصير ليمون ورق كرفس ورق شبت وملح للتغطيه بقى اللي احنا هنغطي بيها السمك دقيق وكركم وميه متلجه للقلي زيت غزير مين للقلي عشان نقلي زيت غزير للقلي للقلي ايوه كلمي كده طلعي للقلي 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 دايما لازم تعترض ما ينفعش ما تعترضش على اي حاجه بقولها وانت لازم تردي كتير مش معقوله دي طيب بصوا اول حاجه هنعملها هنتبل السمك يلا في حاجه هضربها لك هنا دلوقتي بجيب لك الحاجات اهو هنحط ايه بقى هنحط ورق شبت اوكي دي التتبيله اللي احنا هنتبل بيها السمك ماشي وهحط ورق كرفس الورق بس بتاعت الشبت والكرفس عشان يدينا حاجه يعني تتبيله ناعمه وهحط فلفل حراق وثوم فلفل حراق ده اختياري طبعا وهحط بقى البهارات بتاعتي شطه وكزبره وكمون وشويه ملح وشويه ليمون شطه وكزبره وكمون ما فيهاش بابريكا لا وشويه ملح وشويه ليمون دي كده تتبيله السمك شويه ليمون قد ايه احط معلقتين كبار دي معلقه مفيش حاجة تانية تتحط؟ لا بس كده. ونهرس. أنا بقى هعمل إيه هنا؟ بفتح السمك كده عشان نحط التتبيلة في الفتحات اللي إحنا هنعملها دي عشان السمكة تبقى من جوه لحمها متطعم بالتتبيلة.
من ناحيتين كده. طبعا السمك متنضف ومش شايل الزعانف بتاعته ومغسول بملح ودقيق بس مش كتير، ما نسيبش السمك في ميه الغسيل دي او ميه النقع زي الفراخ مثلا. السمك لحمته طريه جدا والاسماك عموما عشان بتدوب، فما ينفعش نسيبها في المحلول ده كتير. هما بس 5 دقائق كده، وبعد كده حتى التتبيله كمان في الاسماك ما ينفعش تقعد وقت طويل، يعني كبرها ساعتين. انا كده بعمل فتحات بشقوق في السمك بالسكينه كده بالورب، ونخلي بالنا ما نوصلش ولا لسلسله الظهر ولا نوصل للبطن. هتلاقوا السمكه فتحت معاكم وانتوا بتقلوها وشكلها شكلها مش هيبقى حلو. هجيب بقى التتبيله، انا عايزه شويه ليمون تاني، هحط شويه تاني عشان يبقى فيها صوص شويه. عايزه شويه ايه؟ ليمون. ليمون هحطها زي ما انت قلتي خلاص. كفايه كده، انا هقلبها بقى بايدي وهتبل بيها السمك. ريحتها حلوه بصراحه. هنحط بقى في الشو اللي احنا فتحناها بالسكينه دي، وهنحط في قلب السمكه من جوه. في قلب السمكه وفي الراس من جوه وفي كل حته، يعني هنملى السمكه كده بالتتبيله دي وهنسيبها زي ما قلت لكم يعني ممكن ساعتين. حلوه قوي على السمك. ماشي، هعمل كده السمكتين. هعملها بطريقه بقى الميه دي انت سالتني عليها. لا بنشيل الشوك طبعا، بس هي بتتعمل على بعضها زي ما هي كده. سمك البيساريا؟ طبعا بموت فيه. وبحب انا كمان قوي البربوني، بس البربوني يعني في هنا بعيد عن السواحل ما بيبقاش حلو زي الطازه بقى اللي بيبقى لسه طالع من البحر، ده بيبقى تحفه. ايه، بنجيب 10 سمكات بربوني ونلف من عند الدن نلفهم كده بتبارة وننزلهم في زيت غزير ونطلعهم. تحفه تحفه، انا بحبه جدا، بيبقى مقرمش وطعمه شبه الجمبري شويه كمان. في كمان سمكه اسمها سهليه، عارفها؟ شبه البربوني. شبه البربوني. خلاص كده؟ خلاص تبلته، هسيبه بقى كده على جنب شويه، وهجيب بقى الخليط بتاع الدقيق بتاعي، هو دقيق بس مش هنحط عليه بهارات يعني عشان ما يتحرقش في الزيت. واحط عليه بقى، عامله حركه النهارده هتخلي لونه حلو جدا، رشه كركم. ماشي، هجيب بس معلقه اقلب الدقيق والكركم عشان يختلط ببعضه. وما يبقاش قولي لي هاتلي المعلقه لو سمحتي، مفيش كل المشوار ده وبالكعب بتاعك ده. ماشي، تكي 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 تكي. ماشي، هنقلب كده الدقيق والكركم مع بعض، مش هنحط عليه اي بهارات زي ما قلت عشان ما يتحرقش في الزيت ويخلي لون السمك يغير. بعدين بعد كده الحركه بقى اللي انا هعملها، بصوا بقى، هجيب السمك مش هشيل من عليه تتبيله ولا حاجه، هغلفه كده في الدقيق اول تغليفه، اتاكد ان كله متغطي. بعد كده هنفض من عليه الدقيق الزياده كده وهسقطه في الميه. بصوا ثانيه، ميه متلجه؟ ميه متلجه كل حته كده عشان يلزق اكتر، عشان يلزق. نروح ندخليه على الدقيق تاني، نحطه على الدقيق تاني وده انت تنزليه في الزيت. بعد كده زيت غزير سخن. ثانيه واحده. تمام، زي ما انت زي ما انت يا اميره. ماشي، هعمل السمكه الثانيه قبل ما انت تيجي. برضو كده نفس الحكايه، تعفيره في الدقيق. فين السمكه الاولانيه؟ اهي، استنى بس انفض الدقيق الزياده اللي فيها عشان ما يتحرقش في الزيت. تعالوا لي عند الزيت يا اولاد، اهو بصوا بقى، اهو المفروض الزيت غزير ويكون بيقدح. ايوه كده بالظبط. ما ينفعش بقى نقلب السمكه خالص خالص خالص، اول على الاقل 7 دقائق نوطي عليها بس، او يعني هنسيبها دقيقتين بعد كده هنوطي النار لوسط عشان ما تتحرقش من بره وتستوي من جوه. وبعد كده ما ينفعش نقلبها خالص غير لما نتاكد ان هي احمرت كويس. هتحمر كويس هتلاقوها بقى نشفت وقرمشت من تحت جدا، بعد كده ساعتها هتعرفوا تقلبوها. هتقلبوها وتسيبوها الناحيه الثانيه برده 5 دقائق على نار متوسطه. احنا خلاص خدنا الصدمه الاولانيه من درجه الحراره العاليه بتاعه الزيت، مش محتاجين ان احنا نعلي الزيت تاني. نشيل كل الاشياء دي. احكي للناس عملت ايه كده، سيبي كل حاجه. طيب عملت السمك، تبلت السمك بايه؟ بتوم وفلفل حراق حسب الرغبه، وشطه وكمون وكزبره وخل وليمون. لا حطينا ليمون بس، ممكن نحط خل بس ده بيهري السمك، انا ما بحبش احط خل على الاسماك. وتبلنا السمك سيبناه مثلا ساعتين حلو قوي، وبعد كده هنحطه في الدقيق تعفيره وننفضه كويس، بعد كده نحطه في ميه متلجه ساقعه ثانيه واحده بس كده يلمس الميه تغطيه، وبعد كده هنروح مراجعينه في الدقيق تاني وننفض كويس عشان الزيت ما يتحرقش معانا، ونحطه في زيت غزير سخن. هنقلبه؟ لا لسه، لا نستنى بعد شويه. بعد قد ايه؟ اول ما يمسك يعني كمان 3 دقائق كده. طيب مقادير الرز الصياديه ورقتي يلا
رز الصياديه مقاديره لو سمحت. رز الصياديه عندي 2 كوبايه رز مصري، بصله كبيره محمره، رشه كمون، حبه طماطم مبشوره خشن، مرقه سمك، قرن فلفل، كمون، ميه مغليه، زيت وملح. ايه بقى؟ ايه بقى سر الرز الصياديه؟ بصوا البصل لونه عامل ازاي؟ ده ازاي عملتيه كده؟ حمرته في زيت بس. بس طبعا عشان بياخد وقت فما كانش ينفع ان انا اجيبه احمره هنا، فلازم نوصله للدرجه دي. بصوا لونه قريب من الاسود. عندي ايه هنا بقى؟ عندي ميه بتغلي. اوعي تمسكي الحله عشان تغلي. حطيها على البوتاجاز عادي. هيطرطش. ما يطرطش. حطيها اقلبيها يا امي. ايه في ايه؟ يلا. طيب هحط البصل. ايوه. طبعا انتوا في البيت هتسيبوا الكلام ده 5 دقايق 10 دقايق عشان ميه لونها يغير والبصل. انت شلت الملح؟ ممكن الملح؟ ماشي. هنحط بقى شويه ملح. هاتوا الحلتين مع بعض وانا بقلب السمكه. لسه لونها ما مسكش بس مش مشكله. ما دام مسكت اهم حاجه ان هي تمسك. احنا ليه بنقول ان احنا ما ينفعش نقلبها اول ما نحطها؟ ايوه عشان تشد وما تفرولش منكم، ما تلاقوش السمك داب منكم، لازم يمسك نفسه شويه. هجيب بقى بقيه المكونات بتاعه الرز. هجيب بهارات السمك احطها في المرقه بتاعتي، وطماطمايه مبشوره خشن، مبشوره مش مضروبه في الخلاط ولا في الكبه ولا معصوره، مبشوره خشن، طماطمايه واحده بس. وهحط قرن فلفل، ده اختياري زي ما هو سليم كده، ورشه كمون. احنا هنا بهرنا الميه بتاعه الرز، اول حاجه حمرنا البصله وحرقناها. بصوا لون الميه بقى عامل ازاي. انا عايزه امسكه. عايزه ايه؟ عايزه اوريهم لون الميه. بصوا لون الميه بقى عامل ازاي. كل ده من البصل اللي احنا حمرناه. طبعا انتوا في البيت هتحمروا البصله في نفس الحله، وبعد كده هتضيفوا كل الحاجات اللي انا ضفتها، الميه والبهارات وكل حاجه، والزيت طبعا هنحط الزيت وكل الحاجات. احنا كده كده هنحمر البصله في زيت، فمش محتاجين نحط زيت تاني دلوقتي. وبعد كده هحط فيها الرز، مقدار الرز العادي بقى، مقدار الميه بتاع العاديه بتاعه الرز. وهنقلب، هنسيبه يغلي على نار عاليه، وبعد كده لازم نقلب عشان هتلاقوا البصل طلع على الوش. هنقلب من تحت لفوق تقليبه واحده بس، بعد كده هنوطي عليه النار خالص ونعامله معامله الرز العادي خالص، ونسويه على نار هاديه مثلا ربع ساعه. طب بس كده. اشرحي لهم تاني الرز عملتيه ازاي. طيب حمرنا البصله في شويه زيت لحد ما لونها غمق زي ما انتم شفتوا كده، وبعد كده انتوا انا بقول لكم الطريقه اللي انتوا هتعملوها في البيت. هتروحوا حاطين بقى على نفس البصله اللي في الحله ميه مغليه، وهتحطوا مرقه سمك، وهتحطوا ممكن مكعب مرقه خضار، وهتحطوا قرن فلفل ورشه كمون وطماطمايه مبشوره خشن مش مضروبه في الخلاط ولا معصوره. وبعد كده هتسيبوها تغلي لحد ما الميه لونها يغمق كده، وتروح حاطين الرز. عايزين تزودوا شويه زيت عشان تبقوا ضامنين ان هو مش هيعجن، بس مش هيعجن خالص ما تقلقوش. هتسيبوه يغلي اول 5 دقايق على نار عاليه او لحد ما يغلي بس شويه، وبعد كده هتقلبوه تقليبه من تحت لفوق عشان البصل هتلاقوه طلع على الوش، وهتوطي النار، وبعد كده تسيبوه لحد ما يستوي. بس كده. ده لسه؟ لسه. هنسيب بقى السمك لحد ما يقرمش. بص الخروف بتاعته بدات لونها يبقى ذهبي ازاي. طيب. الكركم هيخلي لونه ذهبي، والميه المتلجه هتخليه مقرمش وحلو جدا. احنا لغايه دلوقتي عملنا الرز وعملنا السمك. سمك ناقص بابا غنوج. بابا غنوج هنعمله بعد الفاصل. ايوه. بس نسمع حاجه بقى للست ورده بصوت مطربنا حسام حسني، ويا سلام لو تكون لولا الملامه. لولا الملامه يا حسام. يلا يا مزازيكي مزيكا. اوبا. سافرت جناحي عالهوى زي اليمامة، لولا الملامة يا هوى، لولا الملامة، سافرت جناحي عالهوى زي اليمامة، وحطير وقرف رف في الفضاء، وقرف من الدنيا الفضاء، وحطير وقرف رف في الفضاء، وقرف من الدنيا الفضاء، وكفاية كفاية عمري اللي انقضى، وانا بخاف الملامة، وانا بخاف الملامة، وقف الملامة.
شارع شريف. أربعة شارع شريف. السمك يحلى مع إيه؟ بابا غنوج. بابا غنوج. أيوة. أحب بابا غنوج جدا. وانا الطحينه والبابا غنوج بالنسبه لي شيء اساسي. اه مش مع السمك، مع اي حاجه، لان انا من الحاجات اللي المشويات بتحب قوي البابا غنوج. مين؟ المشويات. اه طبعا، بس انا احب قوي يبقى في بابا غنوج عندنا في البيت او طحينه، احنا بنعملهم حلو في الحقيقه، وكميه بطاطس محمره كتيره مقطعه اللي هي المقرمشه وبصل اخضر. بص انا ببقى مبسوط قوي واروح مغمس البطاطس في الايه، بابا غنوج او الطحينه وبصل اخضر، ولو في مياه غازيه سوداء هكون مشكور جدا. ماشي بصراحة. ماشي، انا في مياه غازية بس يعني. يعني لا انا يعني للاسف بحبها. انا بحب بابا غنوج مع البيض المسلوق. هو بيموت فيكي. اه انا عارفة. طب ايه اهو. اه بابا غنوج فوق الزقنانين دول. اه حبايبي مع طبق السلطة دول تدلوا على ده يا ولادي يبقى حلو خالص. اه مقاديرك يا حاجة. مقاديري عندي حبة باذنجان رومي مشوية، كوباية طحينة، معلقة كبيرة بقدونس مفروم، ربع معلقة صغيرة كمون، ربع معلقة صغيرة كزبرة ناشفة، نص معلقة صغيرة ثوم مفروم، وعصير ليمون، معلقة كبيرة خل، ومية، وشطة حسب الرغبة، وشوية ملح. سهلة؟ سهلة. سهل. هنشوي البتنجانية على البوتاجاز مش في الفرن، ليه بقى؟ لأن لو شويناها في الفرن هتلاقوها اسودت، في الآخر هتطلع لكم بابا غنوج غامق، قولوا له مش هيبقى حلو خالص في التقديم. مش مشكلة إن أنا مش يعني لا، ما هو ليه نسد نسد؟ المهم إن يبقى طعم حلو. ليه؟ وبعدين البوتاجاز أسرع. نحطها على عين البوتاجاز، نقعد نقلب فيها كده كل دقيقتين لحد ما تستوي. اه بصوا هنحطها. اه بعد ما تستوي هنلاقيها طريت خالص، هنروح حاطينها في كيس او نحطها في طبق ونغطيها، عشان ايه بقى؟ عشان نعرف نشيل القشره بالسوله. هو الزيت اللي وانا ما عنديش ما عنديش مشكله خالص، لان بقى فيها حتت من القشره كده بتدي طعم كده مدخن لحلو للسلطه. اه نحطها، وهنحط الكمون والكزبره والشطه، وهنحط الثوم، بس نص الثوم عشان ده كتير قوي. وهنحط اوراق البقدونس والطحينه. هنحط الطحينه، خد نزلها بزيت كلها. اه ايه تاني؟ خل وميه وملح وليمون. ماشي كده، الخل والميه لكل الخل ده؟ نص ميه. لا دي ميه، نص ميه دي. وهنحط شويه خل، معلقتين، ومعلقتين ليمون. وادي معلقتين، ادي واحد، وادي اتنين، ليمون و شوية ملح بس كده. احكي كده من الاول عملنا ايه؟ شوينا البتنجان، انا بنصح ان هو يشوي على البوتاجاز بيبقى اسرع، ولونه بيبقى فاتح وحلو ما بيغمقش، وبعد كده هنحطه وهنغطيه عشان القشره تطلع بسهوله، ولو عايزين نسيب فيها فتافيت كده بتدي طعم حلو قوي. حطيناها هي والطحينه والبقدونس والثوم والكمون والكزبره والشطه والفلفل والملح والخل والليمون، وهنضربهم. انا بقى ما بحبش اضربه خالص، يبقى سايل. اه لا، وانا في حتت كده قطعه. اه طبعا نجرشه. ايوه بالظبط، يا دوبك الحاجات بس تتخلط مع بعض كده. بسيطه كده، حاسه كده بس. خلاص خلاويص. خلاويص. وادي بابا غنوج الجميل بتاعنا اهو اهو. اوكي اوكي، احكي كده عملنا ايه النهارده لو سمحت. عملنا سمك بولتي مقلي، عملنا فيه حركه كده بتخلي طعمه يجنن السمك. حلو قوي، تسلم ايديك. في كمان شكرا، وعملنا كمان رز صياديه، وعملنا بابا غنوج. شكرا نميرو حسن. شكرا. العفو 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 العفو. نحن الاطفال عيون الغد. لا معرفوش دي من كام سنه؟ مش عارف، من 30 40 معرفوش. شكرا يا اميره. ميرسي يا سيدي. هنسمع دلوقتي اغنيه للكينج محمد منير يونس، وبعديها هنروح للاستاذ الدكتور احمد عوض الله. عوض الله مدير مركز دار الطب. خليكم على راسي بحت مزيكا. يونس بلاد الشوق، يا ولد الهلالي، بتونسني دموع العين وانا فايت اهالي. يا ولد الهلالي، لا عليا ولا بي يا عزيزه يا بنت السلطان، لو اتغير الزمان وقابلتيني في
برافو. كل ليلة ألف ليلة وليلة قصة 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 كل ليلة يا شهرزاد احكي لشهريار اشغلي له ليله لطلوع النهار حيري له باله غيري له حاله خلي عقله دايما في حالة انبهار احكي يا شهرزاد احكي لشهريار اشغلي له ليله لطلوع النهار غيري له باله غيري له حاله خلي عقله دايما في حالة انبهار احكي يا شهرزاد احكي يا شهرزاد احكي يا شهرزاد ألف ليلة وليلة قصة كل ليلة 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 احكي يا شهرزاد احكي لشهريار اشغلي له ليله لطلوع النهار غيري له باله غيري له حاله خلي عقله دايما في حالة انبهار احكي يا شهرزاد احكي لشهريار اشغلي له ليله لطلوع النهار غيري له باله غيري له حاله خلي عقله دايما في حالة انبهار احكي يا شهرزاد احكي يا شهرزاد احكي يا شهرزاد ألف ليلة وليلة قصة كل ليلة ألف ليلة وليلة قصة كل ليلة ألف ليلة وليلة قصة كل ليلة سلام بقى يا سلام يا استني بس التيشيرت ضيقه شويه بتطلع لي كرشي لا مؤاخذه بس ما حدش يقول لي كرش لا مؤاخذتك معاك يا اخويا ها لا مؤاخذتك معاك يا اخويا ايوه ايه الاخبار الحمد لله عامله ايه اني خضره النهارده ايوه مين اللي كان بيغني الاغنيه دي اني خضره حاجه اسمها هقول لك اسمها ايه ست فاطمه عيد لا مش فاطمه عيد كان في زمان حاجه كده اسمها الثلاثي المرح صفاء ووفاء وسناء واحده منهم كانت بتغنيها في وفاء دي اللي هي وفاء الباروني اخت سور الباروني وكانوا ثلاث بنات يعني كانوا عندهم اغاني جميله جدا بيغنوا هنا مقص وهنا مقص هنا من عريس بيت تراس ايوه فاكر وكان في واحده بعد كده انفصلت عنه اسمها اللي هي وفاء تقريبا فاكره واحده اتنين سرجي مرجي انت حكيم ولا تمرجي انا حكيم السحية العيانة دي لحقنة والمسكينة دي للقمة جيت ازورك يا نادي يلي بلادك بعيدة فيها احمد وحميدة حميدة جابت ولد سميت عبد الصمد مشيت على المشاية خطفت راسه الحداية طب انا بقى عايز اقول لك بقى على حاجة ايه عارف انت ايه استني عشان حسام بيقول حاجة نعم مش عارف الاغنية دي ولا ايه حسام نعم مش عارف الاغنيه دي لا طبعا عارفها ازاي واحد اتنين سرجي مرجي
عرفت بغنيها. لا يوه. مش حافظها. بيقول لك بقى ايه؟ حادي بادي سيدي محمد البغدادي. ايوه شالوا حطوا كله على دي. مين سيدي محمد البغدادي؟ سيدي محمد البغدادي خليك حليوه كده معايا. سيدك محمد البغدادي ده هو جاي من الموصل، بس المصريين عايزين يجيبوه من البغداد، يقولوا انا مش من بغداد. هو مدفون في الجماليه في جامع اسمه جامع بيبرس الجاشنكير. الجاشنكير ده اللي هو كان بيتذوق اكل السلطان، دي وظيفه اسمها وظيفه الجاشنكير، عشان لو في سم يموت هو. وهو قال لك ايه مكتوب كده على الباب؟ اقام هذا المكان جبار من جبارين الارض، وسكن فيه عبد من عباد الارض. وسيدي محمد البغدادي ده ولي من اولياء الله الصالحين، والمصريين كانوا بيستشيروه. فلما يقول لك بقى حادي بادي سيدي محمد البغدادي، يعني اللي هيشاور عليه سيدي محمد البغدادي هو اللي هعمله. فهمت. طب فاكره حج حجيجه بيت الله والكعبه ورسول الله، جيت ازورك يا نبي ياللي بلادك بعيده فيها احمد وحميده. حميده جابت ولد برضه سميته عبد الصمد. هم ما فيش غير عبد الصمد. ده هي نفس واحد اتنين سرجي مرجي. لا وبعدين بقول لك ايه، واحد اتنين سرجي مرجي، انت حكيم ولا تمرجي؟ يعني ايه؟ العيان اديله حقنه. لا العيان اديله حقنه. والمسكين اديله لقمه. دي بقى كانت وظيفه الحكيم اللي هو الحكيم باشا. مش الدكتور؟ الدكتور. ما فهو وظيفته يدي حقنه عادي يعني. ايه؟ عادي انه يدي حقنه الدكتور. ويدي لقمه والله. لانه كان زمان الدكتور اللي هو العيان اللي معهوش فلوس يجيب الدواء كان بيديله يجيب الدواء او يجيب له الدواء. بقول لك ايه؟ ايه؟ وانا في باريس دخلت مطعم مش عارف انطق اسمه لان اسمه صعب بالنسبه لي، فتح بقى له 120 سنه. فقالوا لي ان اصل المطعم ده كان تيكيه. مصريه؟ لا مصريه تيكيه. تيكيه عثمانيه؟ لا هو تيكيه فرنسويه زي التيكيه يعني. تقول لك تيكيه اصل التكايا معروفه في مصر لا كان عنده ده عندهم كده في فرنسا. اوكي. بيتعمل فيه اكل الفقراء واللي بيخشوا ياكلوا ببلاش. فاحنا لغايه دلوقتي عندنا في مصر التكايا ولا ما فيش؟ عندنا الاثار يعني بواقي التكايا مش شغاله. ما في، بس عندنا مائدة الرحمن. عندنا مائدة الرحمن؟ لا لا لا. وعندنا ايه بقى؟ احنا عندنا حاجات تانية اهم بقى من التكايا دي. إيه؟ في حاجه اسمها الساحات بتاعت الصوفيين. الساحات الصوفيين دي يفضل اي حد داخل بياكل من غير ما يسالك اسمك ولا جنسك ولا لونك ولا سنك ولا داخل هنا ليه ولا بتعمل زي ايه زي مائدة الرحمن. بس دي طول السنه بقى. طيب قولي بقى الكلمتين بتوعك. طيب بلغني ايها الجمهور السعيد جمهور شريف مدكور ذو العقل الرشيد. النهارده هنتكلم على جامعه عين شمس. انت غيرانه مني عشان بيعملوا لي البتاع دي وانت لا؟ لا يا حبيبي. ممكن واحده لسعاد لو سمحتوا؟ لا. جامعه عين شمس ثالث اعرق جامعه في جامعات مصر، الاول جامعه القاهره وبعدين جامعه اسكندريه سنه 1938 وبعدين جامعه عين شمس سنه 1950. هو لما جامعه القاهره اتاسست وبقى ليها طلاب كتير، بقى في يعني زي ايه نقول طلب كتير جدا وكثره في الدخول الجامعه، فالاعداد كتيره جدا مش قادره تستوعب كل الطلبه اللي عايزين يخشوا جامعه القاهره. فعملوا معاهد متفرقه، معهد في شبين الكوم، معهد متفرقه علشان يستوعب عدد الخريجين اللي بيتخرجوا كل سنه من الثانويه العامه. فالطلبه مش عاجبهم فكره المعاهد دي وعايزين يعملوا جامعه او يخشوا جامعه عشان يتساووا الشهادات بتاعتهم بزملائهم اللي بيتخرجوا من جامعه القاهره. فعملوا اضرابات وثورات ومظاهرات وراحوا للدكتور طه حسين وقالوا له احنا لازم يبقى لنا جامعه زي زمايلنا. فالدكتور طه حسين في مجلس النواب اثار هذه القضيه، كان وزير المعارف وقتها، فاثار هذه القضيه وقال انه طبعا معروفه جملته الشهيره ان التعليم كالماء والهواء، وانه من حق الطلبه ان هم يحصلوا على تعليم جامعي ويحصلوا على شهادات زي اسوه بزملائهم في جامعه القاهره. فاصدر الملك فاروق الاول سنه 21 فبراير 1951
قرار بإنشاء جامعة إبراهيم باشا الكبير في عين شمس؟ أو ده أول اسم لها. وبدأت الجامعة وبقى عليها إقبال كتير. بدأت بثمان كليات اللي هي كان زمان اسمها مدرسة الحقوق، ومدرسة الحقوق والطب والتجارة والأداب، وبعدها انضمت لهم الصيدلة والطب البيطري، وبدأت يبقى فيه ثمان كليات هم دولت أساس الجامعة. دلوقتي بقوا 15 كلية وخمس وأربع معاهد عليا. بعد ما اتأسست الجامعة جينا بقى سنة 1952 وثورة 23 يوليو، ما كانش ينفع ان هي تفضل اسمها جامعة إبراهيم باشا الكبير. يعني هو كان قرار الأعضاء يعني اللي هم ضباط الأحرار أو مجلس قيادة الثورة، مجلس قيادة الثورة، إنه تبقى بأسماء مصرية لأنها في الأول وفي الآخر بتنتمي للمصريين. فجامعة فاروق الأول اللي هي جامعة اسكندرية بقى اسمها جامعة اسكندرية، جامعة إبراهيم باشا الكبير هي جامعة عين شمس بقى اسمها جامعة هليوبوليس الاول، ما كانش فيها ما اسمهاش جامعه عين شمس. جامعه القاهره اللي هي جامعه فؤاد الاول تبقى جامعه القاهره دي، علشان انا شايفه ان الحقيقه ان ده بيعزز فكره الانتماء للبلد مش للشخص. فقرروا ان هم يسموها جامعه هليوبوليس. هليوبوليس هي عين شمس. في نفس السنه يعني بعدها بشهرين ثلاثة لقوا ان هليوبوليس دي تقيلة فسموها جامعة عين شمس اللي هي الترجمة لي. لكن جامعة هليوبوليس او جامعة عين شمس اللي هي دي اصلا جامعة قديمة جدا جدا من 5000 سنة ايام القدماء المصريين بالضبط. وان هو كانوا هي كان اسمها جامعة اون او جامعة هليوبوليس. اون هليوبوليس اون هليوبوليس. وكان اشهر استاذ فيها اللي هو أم حطب، المهندس أم حطب، وكانت متخصصة في علم الطبيعة والكيمياء والفلك والطب. دي المواد اللي كانت بتدرس فيها جامعة أون. وطبعا تعرف بقى في فترة انقطاع اللي هم بين المصريين القدماء والمصر الحديثة، دي كانت فترة انقطاع. من أهم الخريجين بالاضافه طبعا لشريف مذكور الدكتور فاروق الباز والدكتور فاروق العقده، من اهم الاداريين اللي مسكوها الدكتور محمد عوض تاج الدين اللي كان وزير الصحه، والدكتور احمد زكي بدر. وهي متصنفه يعني متصنفه قبل جامعه القاهره، تخيل في التصنيف العالمي. هي احسن 500 جامعه. هي قبل جامعه القاهره، ويقال انه الدراسه فيها منضبطه جدا. و الدراسه فيها منضبطه لغايه يعني. اصل عايز اقول لك حاجه بصراحه. قول انت خريج، انت اللي تقدر. فيها سبع حرم جامعه يعني. هو انا هقول حاجه بس هي يعني مش صح انها تحصل. انا عملتها. انا قعدت في الجامعه 5 سنين. انا كنت كليه التجاره جامعه عين شمس. انا ما رحتش ولا مره الجامعه. يعني رحت اول يوم عشان بقى عارفه داخل الجامعه، انا كنتش مقتنع ان اخشها خالص. فروحت اول يوم دخلت المحاضره وروحت وقلت لاهلي انا مش هروح الجامعه، انا هروح في الامتحانات. قالوا لي اوكي. وانا كنت بشتغل يعني، انا بعد ما خلصت ثانوي عام قبل ما القرار التنسيق يطلع كنت خلاص اشتغلت بعمل حاجه ليا يعني. قلت لهم طيب انا مش عارف هنجح ولا لا، فانا وحظي. قالوا لي اوكي اشتغل. واشتغلت وما رحتش الجامعه ولا يوم. فاتك كتير. لا فاتك كتير. ما اعتقدش. عالم الجامعه ده عالم. لا ما انا كنت بشتغل بقى، فاتني كتير. انا كنت بشتغل وبكسب وعامل تجاره. لا الزملاء والصداقه. ما انا كنت باخد دروس خصوصيه. ما اتكلمش عن الدروس الخصوصيه، اتكلم على المجتمع نفسه. الـ الـ انا وكنت طبعا او بصي استني بس ما انا هحكي لك. احكي لي. سنه اولى عديت ما اعرفش ازاي حقيقه. بدعاء الوالدين. سنه ثانيه عدتها طلعت بثلاث مواد باين ولا حاجه زي كده، منهم ماده كانت محاسبه جبت 1. فلما رحت اقرا الارقام بتاعت فبقى مش فاهم، مش قادر انا متعود دايما بيكتبوا مثلا 5 6 ارقام. انما واحد دي لا مش واحد، ده كاتبين واو الف عهدال.
واحد. اه فانا عمال اقراها وايه الرقم ده اللي جايبه؟ ما تضحكش يا حسام. شريف مذكور يا جماعه عادي. واو الف ح دال، قلت ايه الرقم العجيب ده؟ ابو حاسبه كمان انيل. قلت المهم قعد عدت السنه ونجحت السنه اللي بعديها ثالثه بالزق برضه، كان في تخصص مش عارف في ثالثه ولا في رابعه مش فاكر، اداره اعمال يعني. بس يعني انا لا افقه شيء في الجامعه. وفي بقى هقول لك حاجه، انا كنت بذاكر قبل الامتحان بيومين يقولوا الحاجات المهمه وانا وحظي لو جت في الامتحان. فانا فاكر كنا في سنه ثالثه تقريبا كان في امتحان ماده اسمها قانون، فكنت حافظ كلمتين بصراحه وقاعد بقى خايف انساهم. فقاعد في الجامعه اكتب بسرعه، حد كل شويه حد يعدي حد يعدي، انا مش عايزهم يلخبطوني عشان حاجه. انا مركز، انا مثبت نفسي. وبعدين وانا داخل بقى صحابي كانوا اشطر مني شويه بيحضروا الى حد، فلو جه كذا اكتب كذا ولو جه كذا، فانا عمال افتكر بقى ده قال لي ايه ودي قالت لي ايه عشان بسرعه خلاص. فلقيت واحد كده بقى داخل ماسك الورقه بتاعتي بتاع، قال لي اه بس مش هو بيقول لي يعني انا مش فاكر انا شفتك. فقلت له حضرتك مين؟ تلاميذ عميد الكليه. لا لا معرفة. استاذ الماده. اه ما شاء الله. حضرتك اللي مين؟ انا مين؟ المهم قال لي اسمه. قال لي انا دكتور كذا كذا كذا. قلت له اه اهلا وسهلا، مين حضرتك؟ تاني ما شاء الله. قال لي انا دكتور الماده. قلت له اهلا يا فندم، اهلا وسهلا بيك. ممكن بس عشان الوقت حضرتك وحق. ايوه لا مستعجل. ايوه مجتهد. جبت فيها اسمه ايه؟ لو انا حفتك؟ لا مش فاكر طبعا. جبت فيها جيد جدا. عشان كنت مجتهد وقلت له الوقت بعد اذنك يعني وكده. لا اصل انا عندي الميزه دي فظيعه، ان انا ابقى داخل مثلا امتحان او داخل ايفنت ازيعه، فكل اللي يقول انا كده كل اللي يقعدوا يقولوا لي بيتخزن لفتره. وبعد كده بيتصرف خمس ست ساعات اخري عندك تسريب. المشكله بقى في المواد اللي فيها ايه؟ ارقام. يعني لا لا ده مجتمع الجامعه ده جميل، دي سنين العمر اللي ما تتعوضش. فاتك كتير. ما انا ما فاتنيش كتير، انا ما كنتش عايز اخش الجامعه دي، انا كنت عايز اخش بصراحه الجامعه الامريكيه وما كانش فيه فلوس انا اقدر اخشها. وكنت بعدها عايز اخش فنون جميله وما نجحتش في امتحان القدرات، بس انا كنت دخلت فنون جميله اعتقد كنت هبقى يعني كنت هبقى مبسوط قوي. انا دخلت بمزاجي. دخلت بمزاجي. انت كنت جايبه كام في الثانويه العامه؟ 89%. انت ادبي؟ دفعه كام؟ الثانويه العامه ولا الجامعه؟ 88 الجامعه. ثانويه عامه. 85. انا 90 وكنت جايب 73 ادبي. 89 ها؟ بس عايز اقول لك 73 ايام دي كانت حاجه مش وحشه. 89 وانا ايامي ما كانتش وحشه خالص. كانت عاليه جدا، تطلعي من الاوائل على الجمهوريه مثلا. طبعا انا كنت ممكن اخد اقتصاد علوم سياسيه بس ما رضاش. انت عارفه بقى في المدرسه الثانويه عامة انا كنت جايب تقريبا في اللغه العربيه تقريبا يعني قربت على مقفل الماده. بسبب مدرس لازم اقول اسمه الله يرحمه، اسمه استاذ احمد حسن. اول ما رحت له في الثانويه العامة قلت له بص حضرتك انا ما بفهمش في الاعراب ده اي حاجه خالص، ومن غير زعل محدش يزعل، ها انا مش مقتنع بيه يعني مش مقتنع انا ادرسه يعني ليه؟ قال لي طيب هنشوف. والله يا سعاد بعد شهر كنت انا كنت بعرب الجورنال ما شاء الله. هو انا مش فاكر فهمني ازاي او اداني سر معين، مش سر طريقه كانت مناسبه ليا. ايوه انت مش فاكرها خالص. ما انت سربت بقى. الطريقه دي دخلت هنا. ايوه خلاص. فكنت موس في الايه؟ في الاعراب بس. خلاص؟ بس اي حاجه ثانيه لا، يعني الادب كان في ادب والبلاغه. ايه نصوص. ما كنتش انا بقى كنت شاطره في كل حاجه الا الاعراب. لحد دلوقتي. لا انا ما انا دلوقتي انت دلوقتي انا ما اعرفش اي حاجه اصلا. شاطره في التعبير جدا وكنت شاطره في البلاغه جدا. انا مره عمري ما هنسى كنت في مش عارف كام في اعدادي يعني في السنين، فانا ضايع في التعبير فوجدنا موضوع تعبير فانا عايز اكتب اي حاجه فكتبت مش عارف ايه ثم بعدين كده ثم في مثلا 15 ثم في القصه يعني. فالمدرس قال لي ايه الثمات دي كلها اللي انت كتبتها؟ قلت له هي القصه كده
حصل كذا ثم كذا ثم كذا ثم كذا ثم كذا ثم كذا. كان عاجبك ايه؟ كان عاجبك. قلت له حضرتك ايه المشكله يعني مش حاجه فهمت القصه؟ ايوه. قال لي حبيبي بس ما تتكتبش بالطريقه دي. ايوه. قلت له انا مخي كتبها كده. ايوه. سقطت طبعا. امكانياتي كده. ما اعرفش اكتب جواب. انا عمري ما سقطت. لا انا سقطت. انا عمري في حياتي ما سقطت ولا جبت كعكه. ليه يا لهوي؟ انا هدور لكم على الشهاده بتاعتي. طب احنا هنشوف شهادات مصري خطر المره الجايه من كتر الكحك جنب بعض. عمري في حياتي لا انا بعتبر ولا جبت ملحق ولا جبت كعكه ولا اي حاجه. كعكه؟ انا كنت موس. كعكه احنا في العيد يا بنتي اسمها كحكه مش كعكه. كحكه؟ لا انا ما كنتش موس. انا كنت اخي واحد في الفصل بس اكتر واحد اكتر تلميذ المدرسين كانوا بيحبوه. تفهمنيش ازاي؟ كانوا بيموتوا فيا. كنت خايب خيبه من دول يقولوا لي انت ما بتذاكرش ليه؟ مش عايز. بس يوم لما اقرر اذاكر اجيب الفول مارك. يعني في مدرس عمري ما هنساه في العلوم جبت اول شهر زيرو زيرو سبت بتاع فاضي. فالشهر اللي بعده جبت 40 من 40. فالراجل جاله ايه يا سيد؟ اتخض. انت فاهم ازاي؟ قال لك ازاي الشهر اللي فات زيرو والشهر ده 40 من 40؟ قال لي انت اكيد غشيت. طبعا. لو انا ما بغشش. ايوه انا فاهم انا فاهم اصل قلت له حضرتك كنت فين؟ انا كنت في ثالثه اعدادي انا فاكر كويس قوي. قلت له انت كنت فين؟ ما اذا كان انا مش كنت واقف مش قاعد قدامك وبذيع قصير وبنضاره فقعد في اول صف وكنا بنحط الشنط بين بعض عارفه انت المنظر ده؟ فقلت له يعني اي انا هعيدك الامتحان. قلت له اوكي عيده. عاده لي جبت الفول مارك. فقال لي انت طب ازاي زيرو في المارك؟ قلت له انا ذاكرت بس الشهر الجاي هجيب زيرو عشان مش في الغالب ما عنديش وقت اذاكر حاجه زي كده. ما جبتش زيرو جبت النص مثلا. ما حدش يعمل زي اوعوا. انا استاذ الماده بيقول له انا استاذ الماده بيقول له اه حضرتك مين يعني؟ مين يعني؟ الكلام ده انا خايف يسمعوني دلوقتي يسحبوا الشهاده مني تبقى بطيبه سودا. لا 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 خلاص بقى خلاص انا عندي 50 سنه قربت تطلع معاش خلاص استقبل. ما حدش من اللي بيسمعوني صغيرين يعمل زي خلاص. قولي بقى عشان نختم. تمام. هي موجوده في قصر الزعفران. في قصر بتاع مين بقى؟ قصر الزعفران ده. قصر الزعفران ده اللي هو المفروض اشتراه الخديوي، اشترى الارض الخديوي اسماعيل وبقت بنى لارامل الخديوي اسماعيل 1900 يعيشوا مع بعض فيه يعني واحد هم اتنين بنوه يعني 1901 وبعدين اشترى. مين هما الاتنين دول؟ جشم قفت هانم وجيني نار قفت هانم. جول نار. لا مش جول نار، هي جيني نار في نونات كتير. جيني نار؟ قفت هانم اللي هم ارامل الخديوي اسماعيل. وعاشوا مع بعض الارامل؟ مش غريبة؟ ما فيش راجل يتخانقوا عليه. لا بس مش غريبة؟ ايه اللي غريبة فيها؟ خلاص اللي بنتخانق عليه مات. بس دول ضراير برضه. لا ما فيش اصلا منافسه يعني في صراع. وبعدين بقوا عواجيز بقى وقاعدين يعني واضح ان هم ما خلفوش فمحتاجين ونس وعاشوا يعني. بقى مع بعض في القصر لغايه ما توفى. وبعدين اشتراه الملك فؤاد الاول وبعد كده باعوا الحكومه المصريه وكانت الحكومه المصريه مخصصه للاستقبال الزوار اقامه الزوار يعني الكبار الشأن يعني تم توقيع معاهده 36 في قصر الزعفران وسمي قصر الزعفران لان المنطقه اللي كانت موجوده فيه الارض يعني كانت بتتزرع زعفران. بس الزعفران ما بتزرعش في مصر بتزرع في ايران. لا وكان في مصر فيه وكان عندنا البيلسان او المسك اللي هو كان بيطلع من شجره مريم. مصر كان فيها حاجات كتيره جدا ماشي. وكان عندنا كتان. ودلوقتي ما عندناش كتان؟ مش زي الاول طبعا. مصر كانت الاولى في كل سنه وانت طيبه يا سوسه طيب من ورانا يعني. اخد وشك احطه في وش في وسط الفشوش بتاع التاني. وجوه الفيوم عايزين نعمل حلقه عن وجوه. اعمليها الحلقه بس بقى اللي جايه ايه؟ اسكندريه. جامعه اسكندريه. وبعد كده نعمل الفيوم. ميرسي شكرا. هنسمعك اغنيه لطيفه دلوقتي. فين قلبي فين قلبي يا ناس دلوني 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 يلا يا حساب. وميرسي سوسو. بعد ما نسمع الاغنيه فاصل ونرجع لكم مع فاشن شو مزاومه الازياء استاذه مريم جبريل. خليكم معايا لو سمحتوا. مزيكا يلا.
ازاي 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 الاقيك في قلبي يا ناس دلوني عليك. من يوم ما عيونها شغلتني وتكونها النايمة حسيت بالقلب اللي فايتني خد عقلي معاه واشرب مني دورت ما بين سحر كنا قالوا تعرف جوا عيونا وعيونا دي بحر ادوانا فيه في قلبي انا دلوني عليه في قلبي في قلبي انا ازاي 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 الاقي في قلبي يا ناس تكون عليك. اوبا اربعة شارع شريف اربعة شارع شريف اربعة شارع شريف. مريم جبريل النهاردة عاملة حاجات مش سهلة، حاجات حلوة زيادة عن اللزوم. أول مرة بتشرفنا في أربعة شارع شريف، وشايفين مستوى الفساتين السواري والجران سواري اللي هي عاملاها، في فكر، في موديلات مختلفة، في استخدام كمان مختلف للأقمشة. خلينا مرة تانية نرحب كده بمريم جبريل. أهلا بيكي. أهلا بيكي. منورة ومشرفة. ميرسي جدا. دخلتي زي عالم الأزياء. اوكي. انا ما دخلتوش عن طريق دراسه او حاجه اكاديميك يعني. انا كنت بحب الفكره انه لما يكون عندي مناسبه او حاجه انا اللي اصمم الفستان وبالتالي بنفذه بره، لانه ما كانش عندي امكانيه ان انا اللي انفذ حاجه. حبيت اقرب من الموضوع اكتر يعني، واشتغل على الـ يعني البيس بتاعتي انا اللي اشتغل القطعة. عليها أوكي. انا اللي اشتغل عليها من اولها لاخرها يعني. فابتديت اتعلم شويه بشويه في كورسز بسيطه، اشتغلت على نفسي شويه اكتر لحد ما بقيت بس اقدر اطلع يعني القطعه من اولها لاخرها بايدي بشكل بسيط يعني. يعني في الاول مثلا كنت تبقي معزومه مثلا سيف في فرح بالزبط. وعايزه تلبسي فستان سواري مختلف بالظبط، فكنت تدوري على القماشه وتروحي للترزي مثلا بالظبط، وتقعدي على ايده تطلعي تصميم. ما هي دي كانت بقى النقطه، ان انا عشان اعمل تصميم مثلا انا ارسمه سكتش واديهوله يعمله، مش عارفه
برسمه وبديهوله بس غير لما انا في العمليه نفسها بتاعه بس لما كنتي بتروحي تجيبي القماشه وتروحي للترزي الخاص بيكي يصمم لك القماشه، هل كنتي بتاخدي صوره لديزاينر او مجموعه صور وتقول له عايزه من ده وعايزه هنا البستي الحته اللي فوق وهنا الجوب وهنا، ولا كان بيبقى عندك انت جوه مخك حاجه خاصه بيكي؟ انا كان بيبقى عندي في بالي حاجات معينه عايزه اعملها، فكنت برسم سكتش بس طبعا عشان حد ينفذ لازم تطلع له ريفرنس او زي حاجه يشوف منها صح. يعني مثلا انا عايزه الحته دي هتبقى زي كذا واحاول اطلع له حاجه للي انت عايزاه بالظبط عشان يفهم قصدك بالظبط كده. وبعد كده بس فانا لما يعني الموضوع ابتدى يعني بالنسبه لي ناس تقول لي مثلا الحاجات طلعت حلوه ليه مش بتفكري تشتغلي في المجال ده، يعني انه تغذيه جد شويه، بدات ان انا وقتها ادور بقى على فريق ويعني اخد الموضوع لمكان يعني بروفيشنال اكتر، يعني مش انه ابقى بعمل حاجه بايدي طبعا مش كواليتي حلوه قوي. انت دارسه ايه اصلا؟ تجاره. اوكي. وبعد التجاره بعد ما خلصتي كليتك اشتغلتي في مجال التجاره ولا كنت ابتديتي تخشي في مجال؟ لا اشتغلت الحقيقه كتير كمان، يعني قعدت 4 سنين في بنك بس بعد كده ما كملتش. ما لقيتش نفسي. بقى لي كام سنه في عالم الازياء، يعني ابتديت ان انا يعني الحاجات اللي هي قبل كده اللي كنت انا بجرب مع نفسي وحاجات دي كلها، لا دي ممكن مثلا من 2015 مثلا. أوكي. لكن ابتديت امتى اكون فريق ويبقى عندي مكان وكده؟ من سنه ونص بالظبط. حاجتك فيها يعني جراءه مع كلاسيكيه مع يعني عارفه انت كده ايه، خليط صعب مش سهل، واعتقد وانت هتصلحي لي ده، عايز الزبونه اللي هتجيلك وتبقى جايه لك مخصوص تبقى طلع يعني مش عايزه تقلد حد، تبقى اوت اوف ذا بوكس زي ما بنقول كده. بالظبط. ده صحيح؟ صحيح. هو كمان يعني في حاجات انا بعملها من كتر ما هي بتبقى شكلها غريب في ناس ما بتعجبهاش، يعني اللي هو يعني انا شويه ذوقي ما مش مهم مختلف. مش مهم تعجب الناس. ده في مصلحتك على فكره. بالظبط. لو عملتي حاجه عجبت كل الناس يبقى انت كده عاديه. لكن لو وهو دايما الديزاينر كده، حتى الديزاينرز العالميين او المسلمين العالميين بيبقى ليهم ناس معينه بتلبس حاجتهم. ايوه مظبوط. بيبقى حد عايز جاي عشان حاجه معينه تطلع له في الاخر. بس انت بقالك كام سنه بالظبط قلت لي؟ سنه ونص. بس هو حلو قوي ان انت في سنه ونص عرفتي تطلعي الجوده دي، وفي سنه ونص عرفتي ان انت يبقى ليكي الستايل بتاعك انت. يعني انا لو في فرح وشفت واحده هبتدي اقول ده الفستان مريم يعني خاص بيها. طالما حضرتك بتقول كده يبقى احنا ماشيين مظبوط يعني عشان ده اللي احنا بنحاول نعمله فعلا. خلينا نشوف فاصل ونرجع نشوف بقيه الكولكشن. فاصل ونرجع لكم، خليكم معايا لو سمحت. Thank you.
الله 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 على الصناعة المصرية الراقية في كل حاجة. الواحد فخور جدا بالمصممين الأزياء المصريين والوصلوا له. أنا لسه راجع من باريس من فرنسا الأسبوع اللي فات، بلد الموضة. وطبعا لما بروح هناك بتفرج على كل حاجة، وأنا بحب الموضة، بحب أتفرج. مش عايز أبالغ، بس عايز أقول إن أنا وقفت قدام فاتري، ما دخلتش المحلات دي لأني لا أجرؤ إن أنا أخشها لأنها محلات غالية جدا، بس وقفت قدام فاترين كتيرة لمحلات لبيوت أزياء عالمية غالية جدا، وبيبقوا حاطين أسعار في الفترينة، فتلاقي ألف فستان ثمنه 20,000 يورو، يعني 400,000 جنيه فستان. بقيت أبص كده أقول طب إحنا عندنا في مصر، وبيجي لي في البرنامج، أنا من وجهة نظري الصغيرة جدا البسيطة جدا، الناس عاملين حاجات أحلى بكتير في التصميم في الشغل. مش عارف عشان بحب بلدي قوي، بحب صناعة بلدي، فبقول كده ولا إيه، أنا مش عارف. بس كان معايا أصحابي فبتدي يقولوا آه فعلا إحنا تطورنا تطور غير عادي. وأنا شايف برضو مش إن عندنا كتير من مصممي الأزياء الجداد والقدام اللي بقالهم سنين واللي بقالهم سنتين وثلاثة، أنا شايف إن من حقهم بصراحة يبقوا عندهم بوتيكات في بلاد مختلفة من العالم، لأن وصلنا لجودة عالية جدا، وصلنا لتصميمات مختلفة ومنفردة في الحقيقة. فدي حاجة شرف لينا كلنا كمصريين، إن إحنا كل شوية عمالين الصناعة المصرية بتاعتنا تتطور كده. مرة تانية برحب بمصممة الأزياء أستاذة مريم جبريل، لأول مرة بتنورنا في 4 شارع الشريف. زي ما أنتم شايفين حاجاتها كلها مختلفة جدا، فيها جراءة وفيها عصرية في نفس الوقت وكلاسيكية مع بعض، ودي معادلة صعبة مش سهلة. هنزل دلوقتي الفيسبوك والإنستجرام الخاص بيها على الشاشة، أي حد يحب يتواصل معها من مصر أو من خارج مصر أهلا وسهلا بيه. قولينا اسم الماركة بتاعتك. اسمها إيجوي. إيجوي؟ يعني هي كلمة فرنساوي معناها إبرة، بس فاخترناها عشان كل حاجتك معمولة بالإيد. هي فيها طبعا شغل، يعني معظم الحاجات في شغل هاند ميد، تطريز وحاجات تانية لا، بس هي الإبرة يعني هي رمز في الخياطة، يعني أو أهم من أهم أدوات الخياطة، فعشان كده أنا اخترتها تكون اسم لل. قوليلي أسامي ثلاث بيوت أزياء عالمية مش عربية، ما يكونش عرب، حتى لو عرب وصلوا العالمية لا ما تقوليهمش. ثلاث أسامي بيلفتوا نظرك أو من وانت صغيرة كنت متابعيهم. هو يعني بصراحة ما فيش يعني حاجات معينة أو براندز معينة أنا كنت بتابعها، يعني أنا دايما لما يعني حتى لما باجي ألبس أو كده أنا بيبقى في شكل معين، مش براند يعني شكل معين. لا أنا مش قصدي حد أنت بتقتبسي منه، أنت مش بتقتبسي. لا 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 مش قصدي، أنا قصدي حد أنت بيبهرك تصميمه. قولي ثلاث أسامي أو اسم. يعني أصلا مثلا أنا بالنسبة لي يعني أكتر حد مفضل زهير مراد، بس هو عربي عشان كده. أوكي غيره؟ يعني هو مينلي هو بالنسبة لي أكتر يعني. حد أوكي. يعني في أسامي قديمة كلاسيكيين زي إيف سان لوران، زي فالنتينو، زي شرير، زي فيرساتشي شوية. أكيد يعني هم أكيد الناس دي أكيد يعني بتتفرج على الحاجات دي يعني أكيد مش كده؟ فأنا وأنا بقدم دلوقتي بقول انا ما بروح بره ببص على الفاترين الخاصه بهذه البيوت الازياء، انا شايف ان عندنا في مصر احنا مش اقل منهم. ما اعرفش انت موافقه ولا لا. لا موافقه، في حاجات حلوه جدا هنا، وفي ناس بتدور ساعات بتروح للبراندز على طول اللي بره على اساس انه هي هتلاقي، وفي كلاينتس كتير بتقول الكومنت دي فعلا، ان احنا بنلف بره وبنسافر عشان نجيب فساتين لايفنتس مهمه من بره، وبنيجي نلاقي حاجات ساعات هنا احلى. صحيح وارخص بكتير. طبعا اكيد اكيد اسعار هنا كتير. طيب مره تانية الفيسبوك والانستجرام ينزلوا لنا على الشاشه. مين زبونتك؟ يعني سن ايه؟ شخصيه عامله ازاي؟ سن طبعا مش السن الكبير، يعني لانه الحاجات اللي شكلها مختلف او غريب اكتر بيميل ليها الناس الصغيرين. الايفنتس اللي دايما بيجي كلاينتس يعني رايحين ايفنتس بتبقى عامله ازاي؟ بيبقى مثلا اخت العروسه،
العروسه. طبعا انت عامله فساتين افراح تجنن. اه ميرسي. يعني قصدي ان هي بتكون ايفنت مهمه يعني مناسبه مهمه. اه ده اللي انا لاحظته يعني. اكتر قماشه بتفضليها او بتحبي تشكليها؟ في حاجه معينه؟ لا في فستان عايز اسالك على قماشته. الفستان اللي انت حافظه اسامي المودلز كاثرين، الفستان اللي هو انا قلت لك لو واحده سمراء لابساها هيبقى حلو. اه الجولد او شامبين كده. القماشه دي ايه؟ هي القماشه دي هي حاجه زي الليكرا وفيها يعني ميتاليك شويه، يعني هي ما لهاش اسم معين في السوق بس هي ميتاليك ليكرا ميتاليك. الكرمشه اللي فوق ده دي ده التشكيل. اه ده صعب قوي. ما هو ده يعني ده معمول بالايد طبعا. بالظبط ده حلاوه الموديلات اللي زي دي. انه دايما انا حتى لما بتيجي كلاينت تطلب موديل احنا عاملينه اصلا بتقول انا مثلا عايزه البس زيه تاني، فبقول لها انه احنا نفسنا ما نعرفش نعمله تاني لانه هي واحده بتطلع البيسز دي مش معتمده على باترون ولا معتمده على اللوحة. انت بتعمليه على المانيكان؟ بالظبط. اوكي بنعمل الاول بيز للفستان وبعدين بنشتغل بقى الحاجات دي. خلينا بس نفهم الناس يعني ايه بنعمله على المانيكان، اشرح للناس. اوكي بنعمله على المانيكان يعني الفستان بيتعمل مقاس المانيكان. المانيكان اللي هي العروسه اللي التمثال هي التمثال اللي زي العروسه اللي بيتحط عليه. اوكي اللي بيتحط عليه الفستان. بنعمل الاول الفستان مقاس الكلاينت وبعد كده بيتحط على المانيكان ده وبنبتدي نشكل بقى عليه اللي احنا عايزينه عشان نخيطه هو عليه وكل حاجه وهو عليه عشان يطلع بالظبط لما يتقلع وتيجي تلبسه يبقى مظبوط عليها بالظبط وبنعمله مقاسها كمان المانيكان. اوكي تيجي نشوف اخر جزء من الكولكشن. يلا بينا مزيكا. الله 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 على الشغل الحلو. شرفتيني نورتيني، ميرسي ان انت جيتي لنا النهارده. دي اول زياره لاربعه شارع شريف بس نحب ان انت تكرريها دايما. اكيد كل ما في كولكشن جاهزه تكلمي ايره تقولي لها انا جايه. اكيد نورت. ميرسي. اهلا وسهلا بمريم جبريل مصممه الازياء على وجودها معانا النهارده. اتمنى تكونوا اتبسطتوا معانا في اربعه شارع شريف. نشوفكم بكره في نفس ميعادنا. شكرا ليكم وباي باي.